معلومات لدى الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية حول وجود مجموعة من الأشخاص يتعمدون التحيل والسطو على بطاقات بنكية، بطاقات ائتمان وسحب أموال. بالتنسيق مع النيابة العمومية المختصة وإحالة الموضوع على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لمواصلة البحث في هذا الموضوع تبعا للاقتصاد. وبعد التنسيق مع النيابة العمومية على أثر تعهد الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالبحث في قضية تكوين وفاق والحصول على منافع من خلال حوالات مالية إلكترونية، تعهدت الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم المستحدثة بالموضوع. تبين عليها مصدر هذه الحوالات يعود من أشخاص، وذلك بعد رد الصلة للأعوان التابعين لمركز النداء بهؤلاء الأشخاص من خلال اعتماد تقنيات مستحدثة على غرار ما يسمى بالتقنية التصيد فيشينج وهذا تقنية سكيمينج، ويتجلى ذلك من خلال تفخيخ وإرسال فيروسات إلى أجهزة الحواسيب التابعة للمتضررين، ثم الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني ولا عبر SMS وإيهامهم بأن أجهزة الحواسيب التابعة لهم تعرضت إلى عمليات قرصنة أو ما شابه ذلك، وأن هذا المركز النداء هو يروج ما يسمى بمضادات الفيروسات الأنتي فيروس، ويعرض عليه بشيء يقتني الباكت هذا مقابل معناها مبالغ مالية يتم إرسالها من خلال القضايا التي تباشرها الوحدة المختصة ببحث الجرائم المستحدثة. تم ضبط العديد من الأشخاص والعديد من المراكز النداء التي تقوم بأعمال مشابهة لذلك وهي خارج نطاق القانون، ويمكن تحديد المتضررين من خلال ربط الصلة بالمصالح البنكية وكذلك ربط الصلة بالمصالح الأخرى على غرار شركة نقدية تونس لبيان البطاقات البنكية التي يتم حجزها إن كانت بطاقات أصلية أو بطاقات مفتعلة، يعني ما يعبر عنهم بكارت كلوني. تم ضبط الأربعة أنفار هذوما، تم إجراء جميع التسخير القانونية وتضمين المبالغ المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية.